بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله لدينا التوفيق لأجل أن نواصل في سلسلة بحوثنا حول معرفة النفس، الآن نريد أن نبدأ بالفصل الذي يلي جانب المبدأ، قلنا نحن بحاجة إلى المعرفة، بحاجة إلى القدرة، بحاجة إلى الميل. الميل عادة موجودة للخيرات وأيضا للشرور. علينا أن نعرف كيف نعالج الميول عندنا. القدرة أيضا موجودة. في بعض الأحيان القدرة كثيرة أو قليلة. في بعض الأحيان الأمور صعبة أو سهلة. ولكن على حال القدرة موجودة ونحن لسنا مسؤولين. لاي لا شيء ليس لدينا قدره واذا يكون شيء اصعب يكون الثواب اكثر يعني الله سبحانه وتعالى في حساباته ياخذ بعين الاعتبار كم من الجهد انت بذلته افضل الاعمال اهمزها واما الجانب الذي يختلف الناس كثيرا فيها ويحتاج الى اهتمام اكثر جانب المعرفه. وقلنا بشكل عام نحن بحاجه الى المعرفه بالنسبه الى المبدأ بالنسبه الى الحال وبالنسبه الى المستقبل والمعاد. وذكرنا هذا الحديث من أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله أن عرف من أين وفي أين وإلى أين هذه بالإضافة إلى المعرفة بالتفاصيل قلنا لدينا إطار عام كل شخص في كل قراراته يحتاج إلى هذه الثلاثة وإذا المعلومات بالتفصيل إما لدينا هذه المعلومات متوفرة أو نرجع المختص الان نريد ان نبدا بالدرس حول المبدا. نحن دائما نحتاج ان نتذكر باننا مخلوقون والعالم كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. ما جئنا هنا من باب الصدفه. ما جئنا هنا بعد التفجير في العالم. نحن مصممون ومخلوقون، يعني الله سبحانه وتعالى صممنا وخلقنا لأجل القرض، هذا مهم جدا. أنا في بعض الأحيان أقول في المؤتمرات والحوارات عندنا، أقول لدينا مشكلتان عامتان في العالم اليوم. مشكلة ترجع إلى بعض المتدينين. ومشكله بالنسبه الى غير المتدين، المشكله في المتدينين ليس كل المتدينين بل كثير من المتدينين المعرفه عندهم لله سبحانه وتعالى ليس معرفه خالصه معرفتهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى تعانيان الانانيه يعني يحبون ان يمتلكوا الله سبحانه وتعالى هذا إلهي ليس إلهك أنا لا أسمح لك أن تشاركني في إلهي هذا إله المسلمين ليس إله المسيحيين وهذا إله المسيحيين ليس إله المسلمين كم من الأشخاص من المواقع من الكتب بحثوا الفرق بين God أن الله يقولون الله يختلف عن God اله المسلمين يختلف عن اله الكتاب المقدس وايضا بعض المسلمين هكذا بعض المسلمين لا يسمحون للمسيحيين ان يستخدموا الله في احدى الدول الاسلاميه في اسيا اخذوا ببعض النصارى الى المحكمه لماذا انتم تقولون الله الله لنا انتم تخدعون المسلمين ولكن نحن نتصور بأنه من الأفضل أن نتبادل فيما بيننا أسماء الله سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه به وفي أي لغة إذا شخص يستخدم الله علي أن أكون مسرورا فرحا إلا إذا لدي الأنانية، لا أريد شخص آخر يشاركني في هذا، هذه مشكلة، في بعض الأحيان أنا أتصور نحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى والدين كبضاعة، نريد أن نتجر بهذه البضاعة، بعض الناس يتجرون.. بالذهب والفضة بعض الناس يتجرون بالدين فاذا اصبح الله سبحانه وتعالى الها يمتلكه شخص او فئه او جماعه او طائفه او حتى دين خاص هذا ليس اله الجميع هذا ليس اله العالمين إله قبيلة ما ربما يقول بس ليس هذا إله واقعي ولكن إله قبيلة ما أو طائفة ما يقول أهلك القبائل الأخرى أهلك طوائف الأخرى يعني في الواقع ليس إله هذا الشخص يجعل في فم الدين وفي فم الله ما هو يريد هو لا يستطيع يقول أنا أريد أن أتخلص منكم يقول الله يريد مني أن أقتلكم أو أحكمكم <applause> يعني نحن نشاهد في بعض الأحيان وكثير كثير من الأحيان المتدينون بدلا من أن يرتقوا نحو الله سبحانه وتعالى ينزلون الله نحو البشر يصبح إله شخص أو طائفة أو قبيلة الإنسان المؤمن يجب أن يرتقي إلى الله ويصبح إنسانا يهتم بهموم الجميع ولكن نحن نجعل من الله إلها يهتم بهمومنا فقط هذه مشكلة في العالم المشكلة أخرى هناك بعض الناس ليس لديهم أي تجربة بالنسبة إلى الدين ما جربوا الحلاوة في الدين ما جربوا محبة الله لهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى هذه إذن مشكلة أخرى الإنسان الذي ما جرب هذا ربما يتصور بأنه لا يوجد أي شيء مثل هذا نعم اذا انت في عمرك ما جربت شيئا تتصور ربما اصلا هذا مفقود. المهم ان يكون لديهم هذه التجربه. الهي من ذا الذي ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلا. فيبدو ان الذي لا يريد الله سبحانه وتعالى لم يذق هذه الحلاوه. نعم. ونحن المتدينون لا نعرف كم يعاني انسان لا يؤمن بالله، نحن نتصور ربما هم مثلنا او ربما هم يعني يتمتعون بحريه ويلتذون ولكن ليس لديهم اخره ربما في الدنيا ظروفهم احسن منا او مساوي لا نعرف كم هم يعانون ويتالمون ومعذبون يعني نفسيا في الدنيا لماذا؟ لانهم يتصورون هم جيء بهم في هذا العالم بالصدفه يعني مثل الانسان الذي تتصور هناك طفل يجد نفسه في وسط الشارع لا يعرف من هو اباه، من هو امه، من هي امه من هي اسرته؟ ها كم هذا الانسان يعاني؟ الذي يفقد الله سبحانه وتعالى هو ليس يتيم من جهه واحده او من جهتين، هو يتيم من اي جهه يعني لا يحس بان لديه اي صله بهذا العالم. نحن نحس باننا في عالم مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى يعني المؤمن في العالم مثل الانسان الذي يذهب الى حديقه والده اذا انت تذهب الى حديقه والدك ولو في يوم حار ولكن ترتاح هذه حديقه والدي و أنا أستطيع أن أتمتع، أنا أستطيع أن أفتخر بهذا إذا هناك مثلا خدام في هذه الحديقة هم يحترمونني، أنا أحبهم، يعني كل شيء يصبح علاقة رائعة جدا. الإنسان الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يكون يتيما من كل جهة. لأجل ذلك الإمام الحسين عليه السلام يقول في دعاء عرفة: إلهي ماذا وجد؟ من فقدك نحن مع الأسف نقول آه هذا عنده سيارة هذا عنده بيت أبو عبد الله عليه السلام يقول هذا الشيء الذي هو عنده بالمقارنة إلى ما يفقده وهو الله سبحانه وتعالى ليس بشيء إذا هناك طفل يفقد والده ووالدته وعنده آلاف من الباوند ما فائدة في هذا هل يمكن أن نقول لا بأس لديك نقود أنا أريد والدي أنا أريد والدتي ما فائدة في هذه النقود نعم إذا هم لدي هذا النقود فيها فائدة ولكن هذا لا يمكن أن يكون معوز للوالد والوالدة فكيف بالله سبحانه وتعالى ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك فالإنسان المؤمن لديهم مسؤولية بالنسبة إلى غير المؤمنين غير العارفين بالله يعني علينا أن نشاركهم في هذه الحلاوة الموجودة لدينا ولكن ليس بالكلام يجب أن نهيئ لهم أرضية حتى يذوقوا هذه الحلاوة اولا يروا اننا نلتز بعد ذلك هم يتذوقون مثلا عندكم حلويات لذيذه جدا وتاكلون هم يجب ان يروا السرور ويجب ان نعطي لهم هذه الحلويات حتى يذوقوا ولكن اذا نحن ناكل وفقد نتكلم حول الحلويات لهم أو هم يرون أن نحن نأكل الحلويات بس نحن نقاتل ونقتل وعندنا مشاكل في الأسرة في المجتمع يقولون هذه الحلويات يجنكم ما هي مشكلة يعني يجب أن يروا اللذة والهدوء والراحة والطمأنينة فينا بعد ذلك أيضا هم يريدون أن يجربوا مجرد الكلام لا يكفي الكلام يفيد إذا نحن نقدم النموذج ربما قلت لكم أنا في رأيي لا يمكن أن يأتي الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف إلا وهناك نخبة من المؤمنين الملتزمين بالعدالة مئة بالمئة حتى الامام يستطيع ان يقول هذا هو الشيء الذي نحن ندعو وبالفعل طبقنا الناس تعبوا من الذين فقط ياتون بالخطافات والكلام الجميل ولكن ليس فيه اي موضوعيه الامام بحاجه الى ان يكون لديه نموذج من تلك المجموعه المثاليه الملتزمين بالعدالة بشكل كامل حتى مع أعدائهم ويقول للناس هذه بضاعتنا إذا تريدون حبذا تعطون ونشارك لا يمكن بالكلام فقط لا يمكن بالسيف فقط السيف مثل إبرة للطبيب لا يمكن أن نضمن الصحة في العالم يعني مثلا يقولون ما هي سياستكم مثلا للصحه في العالم؟ يقول نحن نقطع الايدي والاعضاء والاسنان وناخذ ابره لا الصحه عن طريق الوقايه عن طريق الماء الصحيح عن طريق التعليم وهناك ايضا بعض المشاكل بعض الجراثيم يحتاج الى عمليه ربما مؤلمه ولكن لا يمكن توفير الصحه في العالم فقط بقطع الاعضاء والايدى فالامام والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في رأيي ليس فقط انتصاره يتوقف على هذا حتى مجيئه يتوقف على ان يرى هناك جمع من المؤمنين الملتزمين بالقيم خاصه بقيمه العداله بحيث هو يستطيع ان يقول هذا الشيء الذي نحن طبقنا بالفعل إذا تريدون يمكن أن تشاركوا فنحن علينا هذه المسؤولية بأن نجعل المحبة لله سبحانه وتعالى شيئا يمكن أن يجربه يجربها الناس بعد ذلك ذكرنا في هذا الفصل بأن الله سبحانه وتعالى حسب القرآن الكريم ليس شيئا خفيا يحتاج إلى بحث طويل وجهد كثير لأجل أن نجده لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يحتاجون إلى أن يأخذوا شهادة من الجامعة ويقرأوا كل كتب لا الله يعني معرفة الله سبحانه وتعالى ليست شيئا صعبة للحصول سهلة الوصول أفي الله الشك فاطر السماء لأجل ذلك تركيز القرآن أكثر من أن يكون من أن أن يكون على إثبات وجود الله يكون على تصحيح معرفة الله مثل الشرك يعني يوجد في القران براهين لاثبات وجود الله ولكن اكثر الشيء التركيز على اثبات التوحيد وليس وجود الله لان وجود الله ليس شيئا صعبا. ولكن نحن في الكلام والفلسفه الاسلاميه لدينا كثير من البراهين لاثبات وجود الله. في القران اذا يوجد اشارات، في الاحاديث يوجد اشارات ولكن يبدو ليس شيئا صعبا. الانسان الذي يريد بخلوص وصدق أن يعرف هل هو موجود أم لا يجده بسهولة أفي الله شك في بعض الأحيان القرآن يضرب مثال مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون برهان عميق ولكن سهل جدا أما المسألة المهمة تصحيح معرفتنا لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان عادة لا يستطيع أن يتصور الله سبحانه وتعالى كما هو. حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ما عرفناك حق معرفتك. ما عبدناك حق عبادتك. فمعرفة الله كما هو هو. صعب جدا اذا ليس مستحيل صعب جدا ربما نقول مستحيل معرفه الله كما هو هو فقط هو يعرفه نفسه كما هو, هو المعرفه كما يمكن للانسان القران الكريم يقول هذا متصور ولكن للمخلصين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين يعني لولا المخلصون الآخرون يجب دائما أن يأتوا بالتسبيح إلى جانب المعرفة يعني نحن نقول مثلا الله سبحانه وتعالى عالم ولكن في نفس الوقت يجب أن نقول هو اعلى واجل من ان نعرف نحن ما هو علمه نعم هو حي ولكن في نفس الوقت نقول هو اجل من تصورنا للحياه نعم يعني يجب ان يكون تسبيح مع الذكر والحمد ولكن على حال كثير من الأمور يمكن أن نعرف نحن، إما باستخدام عقولنا أو بقراءة النصوص الدينية، خاصة في النصوص الدينية هناك بعض التفاصيل لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها عن طريق العقل والفلسفة، لأن العقل والفلسفة يعطيان الأمور العامة والكلية. نعم. كما مثلا في الأشخاص هل أنت تستطيع أن تصف أحد علماء أو مثلا أحد أصدقاء أو أحد أقرباء باستخدام لغة الفلسفة؟ لا يمكن. فقد يعني الإطار العام. ولكن بحمد الله لدينا ال اتجاه العقل والفلسفي وفي نفس الوقت نحن لدينا لغه القران ولغه الادعيه والمناجات لغه القران مهم جدا لان كلام الله سبحانه وتعالى يصف نفسه حينما يقول هو مثلا اقرب نحن اقرب اليه من حبل الوريد هذا مهم جدا الفلاسفة يعني لا يستطيعون بالسهولة إذا استطاعوا على الأقل ليسوا يستطيعون بالسهولة يصلوا إلى هذا النوع من التوصيف وحينما ندخل في عالم الأدعية والمناجات يعني نجد هناك يعني حلاوة وهناك يعني معرفة تفصيلية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كأن حبيب يصف حبيبه كان انسان كنت تعيش كل حياتك معه تصفه. نعم؟ هذا جميل جدا. فنحن بحاجه الى تسهيه وترقية وتطوير معرفتنا بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان حصل على معرفه صحيحه بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى سيعرف أن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ليست علاقة مثل علاقة الملوك والعبيد يعني ليس الله سبحانه وتعالى يريد منا شيئا لأجل أن ينتفع هو بهذا الشيء علاقته معنا علاقة المعطي والآخذ الجواد والسائل المعلم والمتعلم يعني إذا هو يقول افعل هذا أو لا تفعل ذاك كل شيء لأنفسنا عوامر الله سبحانه وتعالى في الشريعة ليست لأجل أن يضيق الحياة هناك بعض الناس حتى إذا لا يريدون شيئا منا يريدون أن يظهروا سيطرتهم فيقولون افعل هذا لا تفعل هذا حتى حتى لا تنسى هناك شخص ما مثلا هناك افترضوا مثلا هناك مثلا خادم مثلا بالمسجد والناس يعطون يقول اجلس هذا هنا لذلك الشخص اجلس هناك يعني لا لا يحتاج بس هو يريد ان يقول يعني انا هنا مسؤول نعم <applause> <مسؤول. تصفيق> يعني هذه الاوامر لاجل ان لا تنسوا هناك مسؤول هنا <applause> الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى هذه الامور يعني لا يحتاج الى ان ينتفع منها او لا يحتاج الى ان يذكرنا بأنه هو المسؤول إذا هو يريد منا شيئاً هو لأجل أنفسنا نعم؟ وإذاً رسول الله يبلغ تلك العوامل لنفس الشيء ما يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به نعم؟ لأجل أنفسكم لأجل ذلك الإنسان المؤمن لا ينظر إلى الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية كشيء مكلف نحن نسمي تكليف ولكن هذه كلفة لأجل الإنسان الذي في مرحلة الطبيعة نعم لأن فيه شيء من الضغط ولكن الإنسان الذي وصل إلى سماء العبودية لا ينظر الى الاوامر والنواهي الالهيه كتكليف. اضيف كلها امور لاجل ان نطير. لاجل الارتقاء. نعم. مثلا اذا انت تقول لشخص يريد مثلا ان يقود الطائره. افعل هذا لا تفعل ذاك. هل هو يحس بان هذا يضيق او ي يقول شكرا لانني من دون هذا لا استطيع ان اقلع هذه الطياره من الارض. نعم؟ فالمؤمن ينظر الى هذه الاوامر بنظر المساعده نعم بنظر يعني محبه والارتياح والترحيب يعني نرحب. وذكرت هنا هذا الكلام من دعاء من امير المؤمنين عليه السلام اه اه الذي في بعض الاحيان نقرا في السجده الاخيره في الصلاه يعني لا بس الانسان اه يذكر نفسه بهذا في هذه السجده الاخيره. بعمل. الهي كفى بي عزا ان اكون لك عبدا كفى بي عزا ان اكون لك عبدا وكفى بي فخرا ان تكون لي ربا إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب في الواقع هنا ما يقول فاجعلني كما تحب يعني فاجعلني كاملا نعم صالحا حتى أنا أحب نفسي <applause> يعني المؤمن لا يحب نفسه ولا يرتدي إلا إذا يصبح كما هو الله سبحانه وتعالى يريد بعد ذلك صححت خطا في رأي بعض الناس بأن الإنسان إما عبد لله أو حر أقول له إما أنت عبد لله الواحد الذي لا يريد منك إلا صلاحك أو أنت عبد لآلهة متشاكسين كل يريدون منك تمامك لانفسهم ولا يرتضون بدون ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سوره تسعة 39 ايه 29 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا؟ إذا أنت تريد أن ترضي إلها واحدا أسهل من أن ترضي آلهة لا يتصالمون على شيء واحد كل يريد شيء آخر ما؟ فهذا كل شيء يعني أسهل خاصة هذا الإله الواحد إله يريدنا لأنفسنا لا يريدنا لمنافعه ومصالحه ومن الآلهة التي الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا يعبد الله يجب أن يخدم حواه هذه من الآلهة إذن آه. أرأيت من اتخذ إلهه حواه أفأنت تكون عليه وكيلا فلا يوجد إنسان حر بمعنى أنه لا يعبد أي شخص إذا هناك حر هو من يؤمن بالله ويعبد الله لأن هذه هذا الإله الواحد الذي يريد حريتكم لأنه خلقكم أحرارا لا تكن عبد غيرك قد جعلك الله حرا إذا هناك حرية طبعا الإنسان لا يمكن أن يكون حرا 100% بالمئة لأننا مخلوق لأننا لدينا بعض يعني أشياء نحن بحاجة إليها ولكن أكثر القدر المستطاع من الحريه عن طريق عباده الله سبحانه وتعالى ان شاء الله في الجلسه القادمه نتكلم حول حاضرنا وبعد ذلك ان شاء الله حول مستقبلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يدعمنا في سبيل الحصول على معرفه صحيحة واضحة عن نفسه وعن أوليائه وعن سبيلنا نحو الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين صل على محمد 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 محمد